السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشاق طيور الزينة في قناة نور علي، أحييكم. الحلو في دول أوروبا يعطون كل شيء حقه. مثلا أنا قبل أربي طير أروح للمكتبة أجد هذه الكتيبات الصغيرة. يا صحيح كتيب صغير يتكون من عدة صفحات، لكن فيه معلومات جدا قيمة، مو بس الطيور، باقي الحيوانات، كل الحيوانات. إذا واحد يحب يشتري له طير يشوف بالمكتبة، زائد الكتب الكبار اللي يستعيرها يعطونا هاي الكتيبات، يحصلها مجانا. مثلا هذا طائر الكروان، أنا أحب أربي طائر الكروان، ألقى معلومات. مثل يقول طائر الكروان يعيش من 17 إلى 18 سنة، زائدا طريقة تربيته، التعامل معه، النظافة. مثلا كاتبين الأكل الزايد ما يظل بالقفص كثير، لازم يتنظف، الماء لازم يتبدل كل يوم، تربيته من الناحية الصحية، كيف أميز بين الأنثى والذكر، يعني معلومات جدا حلوة، الأمراض اللي تصيب الطائر وكيفية علاجها. وكاتبين أن طائر الكروان طائر جدا اجتماعي ويحب الإنسان. وأنا لاحظت الأوروبيين يعيرون اهتمام جدا جدا كبير من ناحية النظافة للطيور، فالنظافة جدا مهمة، وأكثر أغلب الأمراض تحصل عند الطيور من بسبب الأوساخ. الماء دائما أكرر يسبب الأمراض الماء، فهاي معلومات جدا مهمة. هذا أيضا الكتيب حصلته من المكتبة عن زيبرا فينجر أو الفنجس بالعراقي، وكاتبين مجانا يعني لا يباع، فكتب قيمة أشوفها. وقرأت ما شاء الله معلومات جدا قيمة، يقول يعني الكروان كاتبين يحصل على بيضتين تبيض الأنثى إلى 8 بيضات، وبعد 18 يوم يطلع الفرخ من البيضة ويبقى بالصندوق البياضة، بعد 5 أسابيع يطلع من القفص من البياضة العفو. فكتيبات جميلة، ويعني هاي بأوروبا، وأنا بالدنمارك مو بس هاي أعتمد بس على هاي الكتب، هو حتى المكتبات يعني زائد الانترنت ومعلومات الانترنت، بس ينطون الكتاب قيمة ويهتمون بالكتب. وألتقي يعني مرات نجتمع مع خبراء مثل الدنماركيين وباقي الجنسيات الأخرى، نلتقي ونتعاون ونتبادل الخبرات، ما نكتفي بس بمعلوماتنا. وأنا أعلم أن بالأنترنت وبقناة بيوتيوب أكو أخوة خبراء أحسن من عندي، وعندهم معلومات أكثر من عندي، وأنا أستفيد منهم وأفيدهم ونزداد خبرة. فالإنسان إذا شاف نفسه هو أحسن واحد بالأنترنت أو بالمجموعة أو حتى بالبيت، فهو هذا غرور، وتالي ينصدم إذا شاف طفلة أحسن من عنده. وأنا علمت أولادي أني مو أحسن منهم، وأحيانا أستفيد حتى من أصغر واحد من أولادي. الهدف من القناة نستفاد الخبرة ونتعلم ونعلم، فلا يختار إنسان يقول أنا أحسن من واحد وأنا أفضل واحد، لا بالعكس، ربما يكتشف إنسان أصغر منه أو أقل منه فترة تربية الطيور ويطلع أحسن من عنده. فالهدف من القناة هو تبادل المعلومات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.